الفكره بدات اذاكر يوتيوب، خدت سنه بذاكر اليوتيوب، ازاي انشر الفيديوهات، ازاي انشئ قناه زراعيه، ازاي اوصل للجمهور، ازاي اوسع، ازاي اخلي اساسيات اليوتيوب او اساسيات انشاء القناه. بعد كده وجدت ان من عامل خبرتي في الزراعه ان انا محتاج اجمد المحتوى الاكاديمي مع المحتوى الزراعي، فاضطريت ان انا ناخد كورسات زراعيه. بدات ادرس كليه الزراعه دراسه يعني غير رسميه، كنت بحضر محاضرات، بروح مع مهندسين، بنزل مزارع، ندوات، كنت الحاجات دي كلها ببقى ملم بيها، بشتري كتب بحيث ان انا اجمد الاثنين مع بعض واكون بقدم معلومه للاخوه. اساسا ما كانش معايا كاميرا خالص ولا تليفون، فانه بيصور جوده عاليه، فكنت بروح بستلف تليفون من واحد صاحبي يعني من قريه جنبينا، كنت باخده بصور بيه وبرجعه له ثاني. فكانت فكره ان اصور دي كانت معاناه، فبعد كده بعد سنه بدات اشتري كاميرا صغيره اصور بيها. بعد كده بدات اتعلم على مونتاج برامج خفيفه. بعد كده دخلت ان انا ايه عن طريق الداخل، بعد 5 6 شهور بدات اجيب كاميرا احترافيه. فكرة انك تقف اساسا قدام كاميرا وتتكلم فدي حاجة صعبة جدا، يعني في الاول كانت حاجة خوف كده، يعني ما في ثقة انك انت تدخل وتقدم وتتكلم جمهور، يعني كل يشوفك يقول ايه ده، ايه اللي بيكلم ده، الواد اتجن ولا في حاجة. فالفكرة اساسا لما كلمت اصحابي بقول لهم عايز مثلا انشئ قناة، بيقولوا ينفع اقدم فيديوهات، الجيل طبعا نقد لا حول ولا قوة الا بالله. كانت اكبر من كده فيه ان اول صعيدي يحصل على جائزة من اليوتيوب وتجيله من امريكا للصعيد وتكون مخصصة ليه بمناسبة نشر الثقافة الزراعية، القناة دي متصدرة، أول قناة صعيدية تبقى متصدرة على مستوى الوطن العربي بإذن الله في تقديم ونشر الثقافة الزراعية.